بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله، مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. هنا في هذه الكلمة الألف واللام قمرية، الع ع، والصاد ساكنة، والراء سوف نقف عليها بسكون وبتفخيم لأنها ساكنة، قبلها ساكن قبلها مفتوح. الصاد ساكنة في المرتبة الرابعة من مراتب التفخيم، ولذلك يجب أن نقول والع والعص عص والعصر. هنالك من يخطئ ويقول والعصر، هذا خطأ، والعصر يحرك الصاد وهذا خطأ. إن الإنسان لفي خسر. إن النون مشددة بمقدار حركتين الغنة. الإنسان الألف واللام قمرية، لا تتكئ على همزة المكسورة من كلمة الإنسان. النون مع السين غنة مخفاة مرققة لأن السين مستفلة. لفي، اكسر الفاء جيدا، خو مفخمة من المرتبة الثالثة، سين ساكنة فيها صفة الهمس والصفير، خس خس خسر، وهنالك من يقول خسر، لفي خسر، وهذا خطأ لأنه حرك السين والسين ساكنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين، لا تمسك اللام المشددة، دائما أقولها، الذين أيضا لا تمسك اللام المشددة، لا تقول إلا الذين، هذا خطأ، إلا الذين، واكسر الذال. الذين آمنوا، مد بمقدار حركتين، وعملوا وعملوا، لو اللام مضمومة مع ضم الشفتين، العين وع عميق العين في وسط الحلق. الص، ماذا لدينا؟ إذن الألف واللام هنا شمسية، صاد مشددة، إذن أص ص، لا تقول أص أصو، لا تكور الشفتين. أسمع هنا هنالك إخوة يكور الشفتين في الصاد، حتى إذا لم أرهم أنا أعلم أنه يكور الشفتين من صوتها. الصالحات، ركز على تخليص اللام والحاء المستفلة من الصاد المفخمة التي هي مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. لا تقول الصالحات، لا تهمس التاء، تي، حقق مخرج التاء جيدا وهي تاء مكسورة. الصالحات وتواصوا، هنالك من يخطئ للأسف في هذه الكلمة ويقول وتوا وتواصوا، يستعلي ماذا؟ يستعلي الواو والألف التي قبل الصاد وهذا خطأ. اسمعني جيدا، وتوا وتوا وتواص وتواصوا، إذن وتوا مستفلة، صو هنا سوف يأتي لدينا التفخيم من المرتبة الثانية لأنها مفتوحة. وحقق الألفات والتاء لا تهمسها. بي بالحق، بي الكسرة، كسرة الباء جيدا، الحق لا تستعلي، تقول بالحق بالحق، هذا خطأ، بالح بالحق، واضح؟ وتواصوا، هنا نفس كلمة وتواصوا، لا تستعلي، وتواصوا، هذا خطأ، وتواصوا، بص، إذن صاد مشددة من المرتبة الثانية لأنها مفتوحة، الباء مقلقلة، سوف نقف على راء ساكنة تكون مفخمة لأنها ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح. بالصبر بالصبر.
سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم، أدمن صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة.